مشاهدينا الكرام، رانا دائما في وسط مدينة بودواو، أمامنا إشارة مسكينة مانيش عارف الذنب تاعها اللي دارته، شنقوها إشارة مرور مشنوقة مع الأسف الشديد، ما على باليش على واش دارت في حياتها. دوك الإشارة هذه هي لك تشاهدوها، علقوها في السماء وشنقوها. واش من الذنب اللي ارتكبته مانيش عارف. دوك هذه البلاكا واش تقول لك؟ تقول لك سونس انتردي، ولكن معليش هاي فوقها قال معليش، لكن سونس انتردي هذه راني نشوفها باللي جميع اي واحد يدخل، وبالتالي سونس انتردي هذه ماهيش محترمه. سي فري كاين اريد بيس هنايا، مي يدخلوا غير لي بيس، معليش سونس انتردي كتب لي سوف بيس، ولا مانيش عارف لازم تبين باللي لي بيس اللي يدخلوا. دونك سونس انتردي هذه ما يمكتوا فيها والو، دونك عامه اي سياره مهما تكون، اي مركبه مهما تكون، سياره شاحنه حافله ممنوع عليها تدخل في هذه الطريق. والحافلات لما يدخلوا في ليزاري تاعهم راهم اشاك فوا يدخلوا راهم يخالفوا القانون وعندهم مخالفه. دونك ايفيكتيفمون من الجهه الاخرى داروا بلاكا الى مصور ما شاف اللي تقدر تحكمها بعيده، نروحوا لها راكم تشاهدوا هذوك الان في الصوره هنا داروا هذه سوف بيس، ولكن هذا ما يمنعش انه البلاكا اللي شفناها مقبله سونس انتردي راهي دون اي كتابه اخرى، وبالتالي جميع مركبات تدخل في الطريق هذه فهي تخالف القانون. مشاهدينا الكرام، رانا في محطة حافلات في بودواو، يعني لاجونس تيرمينوس تاع بودواو، راك تشوفوا يعني صور غنية عن التعريف، يعني كارثة كارثة كبيرة. هذه المنطقة لا تصلح لأن تكون يعني موقف حافلات، يعني تصلح ولكن بشروط، لازم الشروط الأدنى لكرامة المواطن باش ينتظر الحافلة، الشروط الأدنى للسائق باش يتوقف في ظروف حسنة، ولكن الظروف هذه اللي رانا نشاهدوها ظروف كارثية يعني، والصورة غنية على كل حال. شاهدوا معنا.